عزيزي المشاهد، أهلا بك، وأرجو أن أستطيع أن أقدم لك برنامج مسلي مفيد ممتع، وأن تقضي معي أوقات سعيدة. ولا يختلف اثنان على أن الرياضة في الكويت قد تقدمت تقدما ملحوظا وسريعا في الفترة الأخيرة، وخصوصا في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يرجع إلى جهود كبار المسؤولين في الدولة، وإلى التوعية الرياضية من قبل أجهزة الإعلام المختلفة، وإلى طموح الشباب الرياضي الكويتي في الوصول إلى أعلى المستويات لرفع نهضة البلاد. وفي أول لقاء اليوم يسعدني ويشرفني أن أستضيف رجل أعطى الرياضة الكثير، رجل يعمل لصالح الشباب، أنه أحمد السعدون، نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.